متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من مجلس النواب مراسلنا محمد فراس. مساء الخير يا محمد، هل أذن للنواب بالدخول إلى قاعة البرلمان وهل الموعد على حاله؟ نعم، من الواضح وبحسب ما هو أو القراءات التي اطلعنا عليها خلال تجواننا في مجلس النواب بأن الجلسة لن تعقد في موعدها المحدد، لأن هنالك اجتماعات إلى الآن بعضها قائم منذ وقت وبعضها عقد الآن. النواب الأكراد أيضا عقدوا اجتماع داخل مبنى البرلمان، هنالك اجتماع للكتل السياسية مع رؤسائها، مع رؤساء الكتل ومع أيضا شخصيات سياسية. هنالك اجتماع للجنة المالية أيضا من المفترض أن يكون منعقدا الآن للتصويت النهائي على قانون الموازنة قبل إرساله للبرلمان. كان من المفترض أن تعقد الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا لهذا اليوم، لكن حدث التأجيل، وكما تحدث النواب أن التأجيل حدث بسبب عدم أو إخراج قانون الموازنة من اللجنة المالية إلى رؤساء الكتل السياسية، واللجنة المالية لم تستطع التصويت، لم تستطع إجراء التصويت النهائي على قانون الموازنة، وبالتالي كان من المفترض أن تعقد أن يعقد اللجنة المالية اجتماعا للتصويت النهائي على الموازنة قبل إرسالها إلى رئاسة مجلس النواب لقراءتها ومن ثم التصويت عليها في مجلس النواب. إلى الآن الجلسة لم تعقد، هدوء داخل أروقة مجلس النواب، عدد من النواب الآن بدأ بالوصول إلى مجلس النواب، كل هذا يشير إلى أن الجلسة قد تتأخر أيضا لساعة أو ساعتين من الآن، وهي لن تعقد في هذا التوقيت. من المفترض أنها الآن منعقدة، وأن المجلس كما هو محدد من رئاسته أن يكون بصدد التصويت على الموازنة، لكن كما تحدثت أن هنالك اجتماعات إلى الآن قائمة، وهو ما أخر الجلسة. نعم. من الساعة الواحدة إلى الثامنة، ومن الثامنة لا يوجد هنالك تأجيل رسمي، لكن القراءات تشير إلى أنها لن تعقد في وقتها الذي حدد من رئاسة المجلس. بحسب المواقف التي من حولك محمد، هل الموازنة في طريقها للحل إذن؟ هناك تباين بالآراء في هذا الخصوص، فمن عدد من النواب يتحدثون على أن هناك مساعي لتمرير الموازنة في هذا اليوم تحديدا، ولا يعني يرمون تأجيل الجلسة إلى وقت آخر بسبب أهميتها وسبب التأخير الكبير الذي حدث للموازنة في الفترة الماضية. مقابل هذه الآراء هناك آراء بالضد منها تؤكد على أن الموازنة فيها أخطاء كثيرة، يعني بحديث نواب أتحدث عن ما يقوله النواب أن الموازنة فيها مخالفات كبيرة وفيها مشاكل، خصوصا مع النواب الأكراد فيما يخص تعديل المادتين 13 و14، رغم تأكيد عدد من النواب الأكراد أن هنالك ملامح أو يعني رؤوس خيوط للاتفاق، يعني وصلوا إلى رأس خيط الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية. تحدث النواب الأكراد على أنهم ملتزمون بما اتفقوا به مع حكومة السيد السوداني ومع ما أرسل من الموازنة إلى البرلمان العراقي قبل التعديل، ولن يلتزموا بحسب تأكيدهم على بالتعديلات التي أجرتها اللجنة المالية، ويعني الأمر باتجاه أو يجب أن يكون باتجاه الاتفاق السياسي قبل التصويت، لأن أي خلال بالاتفاق السياسي إن حدث فقد تؤخر الموازنة إلى ساعات أخرى، فكله مرهون بما ستنتجه الاجتماعات السياسية. شكرا محمد. مراسل التغيير من مبنى البرلمان محمد فراس، نعود إليك مجددا خلال هذه الساعة لتوافينا بكل جديد. شكرا جزيلا لك.